يستمع هؤلاء الشبان والفتيات لشرح عن العنصرية والكراهية ضمن ورشة عمل في العاصمة الفرنسية باريس. نظم الورشة يهود ومسلمون بهدف التقريب بين الأديان والحد من العنصرية. المشاركون قُصّر، لذا تم إخفاء وجوههم. كيف تشرح العنصرية؟ معاملة شخص آخر بطريقة سيئة بناء على أصله. تأسست مبادرتنا لمحاربة شكلين من أشكال العنصرية، معاداة السامية وكراهية الإسلام. نعمل بطريقة غير مباشرة على رفع مستوى الوعي بين الشباب. نتحدث عن التمييز لتحسيسهم به ومنع وقوعهم في فخ معاداة السامية. أنشأ الحاخام صرفات المبادرة منذ 20 عاما، ويقول المشاركون اليوم، بعضهم مسلمون والبعض الآخر مسيحيون، إن ورش العمل هذه فتحت أعينهم على الآخر. لقد اعتقدت دائما أن اليهود منعزلون عن الآخرين لأنني لم أكن أعرف أيا من اليهود. لقد أدركت أن هذا كان تحيزا وأنه لا ينبغي عليك الحكم على الناس دون معرفتهم. أفهم الآن أن عدم الانسجام بين بعض الأشخاص في فرنسا من ديانات مختلفة في الوقت الحالي لا يعني أننا لا نستطيع الانسجام هنا. في هذا الحي يعيش الناس من ديانات مختلفة جنبا إلى جنب، الكنيس إلى جانب المسجد. ينظم الحاخام والإمام ورجال دين مسيحيون بانتظام فعاليات مشتركة هنا. مباشرة بعد بدء الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، اجتمعوا للحداد على القتلى معا. تمكنا بفضل مساعدة الحاخام صرفتي من فتح مسجدنا في هذا الشارع قبل 20 عاما. اتصل بالعمدة نيابة عنا وقال يوجد مبنى متاح هنا. فسأله العمدة ألا تخاف من المسلمين؟ قال صرفاتي لا، بل على العكس، نريدهم أن يكونوا قريبين منا حتى نكون أصدقاء وجيران وإخوة. لقد تضامنت الطوائف اليهودية والإسلامية والمسيحية المحلية معا على الرغم من الوضع الحالي في الشرق الأوسط، لكن الحاخام صرفاتي يشعر بقلق عميق بشأن المستقبل. نتساءل عن مكاننا في العالم. إن المظاهرات الحاشدة في العالم الإسلامي حيث يصرخ الناس الموت لليهود، الموت لإسرائيل، إسرائيل قاتلة، تثير أسئلة حول الإنسانية. فهل ستتحمل الإنسانية مسؤولية تجاه أقلية 20 مليون يهودي أم لا؟ صرفاتي يعتقد أن نموذج مجتمعه في التعايش الديني يمكن أن ينير الطريق ليتمكن الناس من تعلم كيفية التعايش في سلام سوياً.